أهلا وسهلا بكم أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم، وكل الحراس اللي على الأسوار بشكر رب من أجلهم، من أجل كل المتابعين وكل المصلين معانا في البرنامج الخاص جدا ده اللي بنيجي كلنا قدام الرب، بنرفع إيدينا، بنرفع قلوبنا، بنرفع أذهاننا، وبنقول له باركنا لنكون بركة. هو قال الكلمة دي لإبراهيم في يوم من الأيام، إبراهيم أنا هباركك بس بعد كده أنت هتكون بركة. عشان كده مش هينفع نكون بركة العالم إلا لما تمر علينا البركة وروح القدس يحط إيده بالبركة علينا ويمتلك كل دواخلنا ويباركها فنكون بركة. أحبائنا بشكر رب لأجل الحلقة دي ولأجل الضيوف اللي معايا في الاستوديو واللي معانا عزوم. الرب هيدينا حلقة مجيدة جدا، خدنا عربونها قبل الحلقة، واثقين ان الرب هيتمجد معانا. معايا في الاستوديو شخص غالي على قلبي جدا وشريك خدمه من زمان، القسيس يوسف بسخيرون. اهلا وسهلا بيك يا قسيس يوسف. اهلا بيك يا اخت سالو، سعيده اكون معاك. الرب يباركك، انا سعيده جدا ان حضرتك معانا في الحلقه النهارده. ربنا يبارك، وان الرب اقامك من تعب كتير ولم تتذمر. ابدا للرب. ومعايا القسيس الغالي على قلبنا، القسيس ماجد دقدوق، المرنم والقسيس. والحقيقه بقول له يا رب يعني اطلع مع اسس وخدام كبار كده، اروح فين في الناس الرائعه دي وفي القامات الفظيعه دي. ومعانا خدام رائعين هيكونوا عزوم حالا دلوقتي. لكن احبائي المشاهدين، النهارده هنصلي لاجل دوله رائعه لكن حجمها صغير، عدد سكانها صغير، في شمال أفريقيا اللي هي تونس. هنصلي النهاردة لأجل تونس الحبيبة، وفي أبطال صلاة هيدخلوا معانا من تونس وهيشاركونا الصلاة. ومعانا القسيس عيسى الصفدي اللي هو راعي الكنيسة العربية في ملواكي، وهيعرفنا بيهم، وإن شاء الله هتكون حلقة عظيمة جدا. أهلا بك يا قسيس عيسى، احنا سعدة ان حضرتك معانا على الزوم النهارده. اهلا بيك، انا مش سامعاك كويس لكن برحب بحضرتك وبرحب بضيوفك الاعزاء. قبل ما نبتدي احبائنا، هقرا اعداد قليله في مزمور 100، هو عباره عن اعداد قليله جدا، خمس اعداد، خلونا اللي حافظوا نقرا مع بعض. بيقول: اهتفي للرب يا كل الارض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرتي بترنم، اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا ونحن وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه وباركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. والعنوان بتاع المزمور: مزمور حمد. المزمور ده بتاع الناس اللي تعرف تشكر ربنا جوه قبل بره. كلمة أشكرك يا رب معظم المرات بتطلع من شفاهنا، لكن مش كتير بيكون القلب بيشكر والشفاه بتشكر. عشان النهاردة هنصلي عشان كده، لأجل خطيئة التذمر اللي ناس كتيرة بتقع فيها لمجرد أقل مشكلة، أو لو جات سيرة شخص معين، ده ممتاز في كذا وكذا وكذا بس، وخد بعد كده بس الكنيسة دي رائعة بس. ده صح. تعالى النهاردة زي ما صلينا والرب تلامس في موضوع النميمة مع كثيرين، وقالوا الرب فعلا ادانا عهود ناخدها قدامه ألا نعود للنميمة مرة أخرى. تعالوا النهاردة الروح القدس يحط حد للتذمر، ونقول له سامحنا وارحمنا وادينا لسان الحمد والشكر، وأوعى تخلينا نقول كلمة بس ومش هنكمل في اسم يسوع. اتفضل يا قسيس ماجد. يا رب أشكرك لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك. يا رب كل الخليقة بتعلن إنك صالح. ربي كل الخليقة تعلن حقيقة
إنك صالح ربي، كل الخليقة بتعلن حقيقة إنك صالح. بهتف مع الجبال، بهتف مع التلال، صالحون يا ربنا. بهتف مع الجبال، بهتف مع التلال، صالحون يا ربنا. مهما الصعب تتحدى، قلبي هيصدى إنك صالح. مهما صعب تتحدى، قلبي هيصدى إنك صالح. بهتف مع الجبال، بهتف مع التلال، صالحون يا ربنا. بهتف مع الجبال، بهتف مع التلال، صالحون يا ربنا. هللويا. بارك اسم الرب. صالح. بارك اسم صالح. الرب. قسيس يوسف، الحمد والشكر والتذمر موضوع كبير جدا. عشان كده انت حددت في الجلسه تاخديني؟ لا، علشان حضرتك عندك علاج معين الاسبوع الجاي، فالرب قصد انك تيجي النهارده. ما ده اللي انا بقوله. ايه اللي خلاكي تختاريني في الجلسه دي؟ شفتي؟ معرفش. انا النهارده بقول له انت جايب موضوع التذمر ده والقسيس يوسف معانا، يا رب ايه ده؟ بس التذمر ده حاجة بتغضب الرب جدا. وكلنا عارفين عمل ايه مع الشعب في القديم لما تذمر. خطية التذمر المشكلة بتاعتها انها بتنتهيش. الانسان المتذمر ما بينتهيش. يعني لما نيجي نبص، انا مش هدي تفاصيل، خروج 14، خروج 15، خروج 16، خروج 17، سفر العدد 21، كل ده الشعب كان بيتذمر. حاجة ورا حاجة. يعني حتى الشيء اللي هم عايزينه لما بياخدوه بيرجعوا يتذمروا تاني. عشان كده بقول خطية التذمر مش بتنتهي. ليه؟ لأني دايما ببص، معلش سامحوني عشان صوتي. لا لا ولا يهمك. دايما ببص على اللي في إيد غيري. أيوه. وبنسى اللي معايا. صح. يعني الوضع اللي انا فيه ده في ناس كتير بتتكلم معايا فيه. طيب يعني السنين اللي فاتت دي للرب الدهاني هنا، اشتغلت وربيت ولادي وكبرهم واحفادي يعني عشان سمح بمرض معين هقول له ليه او اتذمر عليه؟ لا، لكن الشكر لازم يكون نابع من الداخل. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي في بدايه الكلام، هل انا بشكر فعلا من قلبي؟ هل انا كخادم او كمؤمن، هل أنا عايش حياة الشكر فعلا واللي أنا بقوله بنفذه في حياتي؟ دي أهم نقطة. وزي ما كنت بتكلم مع حضرتك قبل البرنامج، يا إما نعيش اللي إحنا بنقوله ما نقول، يا إما نبعد بعيد. صدقني لما كنت بسمعك يا أخي يوسف قبل البرنامج على طول، أنا ما قدرش أمنع دموعي. يعني إزاي واحد في عمق الألم والتعب طبعاً والمعاناة طبعاً، وإنت بتحكي عن جسمك الموجوع والكيمو ثيرابي والصوت اللي مش طالع، والصوت اللي مش طالع، وبصيتك لقيتك بتصلي بقوة. أنا قلت يا ربي القوة دي ملهاش تفسير غير صح، إنها طالعة منك أنت. فضل القوة لله. لا صدقني يعني في كنز في أواني خزفية موجود. أنا بالنسبة لي على حد كلام الدكتور زي ما قلت، أنا من جوه فاضي. جسمي ما فيهوش قوة. لكن منين بتيجي القوة؟ هنا دي بتيجي مع الشكر. لو انا هتذمر الرب مش هيتعامل معايا، القوه تتسحب فورا. صح. لو انا متذمر مفيش. ده عايزين وقت طويل عشان نتكلم على اضرار التذمر: عصيان، تمرد، رفض مشيئه الله، سخط، حقد، عدم اكتفاء، عدم رضا. صح. كل ده تحطه تحت بند التذمر. صح. فلما اعيش متذمر انا، مين الخسران؟ انا الخسران طبعا. ليه؟
التذمر يا جماعة، عايز أقول لكم حاجة، التذمر مش زي الكانسر، زي ما بيقولوا الكانسر بيأكل الجسم، هو بيأكل آه، بس الكيمو بيأكل أكتر من الكانسر. فالتذمر نفس الموضوعين، الكانسر والكيمو بيأكلوا في الجسم. أنا جسمي اتاكل من جوه، لكن كنت بقول له حاجة واحدة يا أخت سلوى، أسيس ماجد، أنا عايز منك معونة. هللويا. وصدقني ولا مرة رحت الكلينيك عشان أخد الكيمو، اللي ما كان لك المجد. هللويا. أشكرك. كان دايما دايما يجي تيجي نفس من الشباب الصغيرين انضربوا بالمرض، في هنا الجهاز اللي هو البورت اللي بيحطوا فيه الكيمو موجود اهو، يعني لما ادوس كده شويه يمكن يبان. في ناس خايفه تعمله، فكانت تيجي النيرس تقول لي جو بليز انكرج. وخد بالك بقى هنا ايه، قسيس ومسكوا ميكروفون، قسيس ومسكوا منبر، اشجع الناس على الكيمو ووصل لهم الرساله. امين. هللويا. مبارك اسمك. مفيش حاجه هتشفيك، مفيش حاجه هترفعك، مفيش حاجه هتسندك في وقت الالم الا كلمه الرب. يس مظبوط. ولما تقول له شكرا، انا مش متذمر ولا مره سالتك ليه، لكن عاوز منك معونه. هللويا. مبارك اسم الرب. في بركك يا قسيس يوسف. قسيس عيسى برحب بيك مرة تاني، أهلا وسهلا بحضرتك وبضيوفك الأحباء من تونس اللي عايزة حضرتك تعرفنا بيهم، الأخ كريم والأخت ميساء زوجته، فاتفضل عرفنا بيهم. شكرا. شكرا كثير حلوة. بشكر الرب لأجل هاي الدعوة كمان. وأخ كريم وأخت ميساء هم أزواج، أخ كريم أصلا من المغرب والأخت ميساء من تونس، الرب جمعهم مع بعض وهلا هم عايشين في تونس، هم معنا بشركة حركة الصلاة الخاصة بتونس، وهم أشرف وبركين جدا. بعرف اختبارات كثير من حياتهم وكيف الرب جمعهم حتى يكونوا بركة لتونس في كل الوقت اللي مضى في حياتهم. فبآمن اليوم راح نسمع عشية عن تونس هيك عملي، احنا في كل شهر بنسمع اخبار منهم وبنصلي مع بعضنا في حركة الصلاة، لكن اليوم بآمن هيك على الملا يخبرونا عن امور كثيره ونقدر نصلي معهم بنعمة الرب. امين. ربنا يبارككم. طيب قسيس عيسى، عايزك حضرتك تقول لنا ايه هي بركات الشكر، يعني لما انا اشكر الرب ايه البركات اللي هتعود عليا؟ يا انت عم القسيس قال لنا على التذمر، القسيس يوسف حضرتك قول لنا لما الانسان يبعد عن التذمر ويشكر الرب ايه البركات اللي بتعود عليه؟ أنا بقول كلمة البركة أول شيء، هي حياة الشكر بتخلي البركة موجودة، بتحافظ على البركة. من كلمة البركة بنفهم إنه البركة هي كل شيء رائع، كل شيء كويس في حياتنا، كل شيء منيح في حياتنا. لكن بدي أحكي مرات لما بنشكر الرب على الموجود، على الموجود، لأنه لما يبطل موجود حنصير نصلي يجي هذا اللي راح اللي كان موجود. بنشكر على الموجود. من بركات الشكر إنه الرب بيعطينا إنه يكون عنا أمراض أقل، لانه لما انا بشكر الرب على كل شيء انا مش حوجع قلبي، انا مش حقول في السكر والضغط، مش حقول عن كل في امراض طبيعيه، لكن عدم الشكر حيجيب للانسان تذمر تلقائيا، ده حيجيب امراض وحيخلي الواحد نفسيته تعبانه ويكون دائما عصبي. لكن لما بيشكر الرب حيكون هادئ، حيكون قادر يفكر بطريقه افضل، حيفتح مجال للرب انه يباركه اكثر واكثر. فمن بركات الشكر انه الشخص رح يتبارك اكثر واكثر، حيحافظ على البركه. مبارك اسم الرب. ما فيش شك ان الشكر بيغير حياتنا 180 درجة وبيخلي نعمة الرب تبان على الحياة وعلى الخدمة حتى على الكلام العادي مع الناس. حياة الشكر بتبان وحياة التذمر بتبان، والتذمر انا بحس ان النتيجة الاولانية بتاعته ببقى انا واقفة ضد ربنا، وليه يا رب عملت وليه يا رب سويت، يبقى ملام على الرب كأن هو مش عارف مفروض يعمل ايه وما يعملش ايه، فأنا بعرفه ايه اللي مفروض يعمله. وبعدين من جهة الناس بفضل أقول فلان عمل وفلان سوى، ونبتدي نرجع لخطية النميمة اللي اتكلمنا عنها قبل كده، والدنيا تبوظ معايا. وانا قلت المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم ما اقدرش بعد كده امسك الكتاب المقدس واقعد قدام الرب هقول له ايه، اشكرك على اللي حكيته على فلان وعلى علان وعلى الكنيسه دي وعلى كذا، لا ما ينفعش،
لكن ربي يدينا نعمة إن إحنا لا نتذمر لا على الرب ولا على الآخرين، لأن دي خطية بتفقد البركة أو الكل حاجة، وفعلا بتبهت الخدمة، خدمة بتبوش وتبقى بهتة وملهاش تأثير وملهاش عمق وملهاش بركة. طيب أسيس عيسى، ممكن تقدمنا في صلاة قبل ما نتكلم مع ضيوفك الأحباء وضيوفنا كلنا؟ تفضل صلينا حد الأسيس. يا رب أبونا السماوي، احنا نشكرك لأجل هذا الوقت يا رب اللي أنت بتعطينا إياه، والفرصة اللي بتعطينا إياها حتى نتواجد في محضرك يا رب. أنا بآمن أنه احنا مش مجرد في قناة أو في حلقة أو احنا لايف، لكن يا رب احنا جايين أمام عرش نعمتك أكثر من الكاميرات، أكبر من أي شيء. يا رب أشكرك من أجل كل هذه الوسائل اللي بتعطينا مجال نوصل صوتك لأبعد ناس ولأكثر ناس، لكن احنا اليوم قدام عرشك يا رب، أنت المتفرج الأول، وإحنا كلنا مشاركين حتى المشاهدين يا رب، منصلي بصوت واحد ومنبارك اسمك ومنعلن أنك أنت إلهنا، أنت الجالس على كورة الأرض وسكانها كالجندب، أنت الذي تبسط السماوات كسرادق وتجعلها كخيمة للسكنة، أنت الرب القدير يا رب، أنت الرب العظيم المسيطر. عشان هيك أنا ببارك اسمك وبعرف أنك أنت إلهنا، دعيت اسمك الآب السماوي في عهد النعمة، أنت أبونا في المسيح يسوع، قابلنا وتبنينا يا رب، وشكرك لأجل الروح القدس اللي ساكن فينا وبيظبطنا وبيشكلنا كعروس للمسيح. أنا ببارك اسمك في هذا اليوم، وبصلي أنه كل واحد فينا يا رب يقدم ذبيحة حية أمامك يا رب، فعلا عبادتنا العقلية يا رب نقدم ذبائح حمد وشكر وتسبيح وصلوات أمامك، شكرا لأن صلواتنا اليوم تكون كبخور أمامك يا رب. صلي للأخت سلوى، للقسيس يوسف، للقسيس ماجد، لأجل الأخ كريم والأخ ميسا والإخوة في الاستديو يا رب، أنت تعطينا نكون في الروح ونسلك في الروح ونقاد بالروح، لنقدم صلوات بحسب قلبك وفكرك، لأجل روح التذمر يا رب، لأجل شكر جديد يملأ شعبك، ولأجل تونس يا رب أن تكون يا رب عروس في الأرض، مجد اسمك ويعرف فيها اسمك، ويكون هناك مذبح للرب في هذا الأرض دائم يا رب، بخور دائم يبتصعد أمامك باسم الرب يسوع. لك المجد يا رب. آمين. بارك أمين. اسم الرب. تفضل يا أسيس ماجد. في الصليب أنا صرت واجد، في المسيح نعم النصير، ده اللي خلانا دي ساجد واحني راسي وأقول صغير، في المسيح أنا صرت واجد، في المسيح نعم النصير، بفتكر لك كل خير، بفتكر لك كل خير، ياللي حولت المرارة اللي في حياتي الترنيمات، حتى ضعفي وجهل قلبي ما منعش التعزيات، كل ثانية في عمري عدت لو هتحكي تقول كتير، كل نبضة في قلبي غنت بفتكر لك كل خير، كل ثانية في عمري عدت لو هتحكي تقول كتير، كل نبضة في قلبي غنت بفتكر لك كل خير، بفتكر لك
بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك كل خير بفتكر لك كل لولا مسكت ايدك لولا مسكت ايدك انت انا مش افضل من اللي خان وانكر واللي باع قلبي مديون لك يا غالي عمري كله هعيش اسير نعمتك رأفت بحالي راح تكمل يا قدير قلبي مديون لك يا غالي عمري كله هعيش أسير نعمتك رأفت بحالي راح تكمل يا قدير بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك كل خير بفتكر لك كل خير مبارك اسمك هللويا هللويا بفتكر لك كل خير فعلا بنفتكر له كل خير وكل واحد فينا وانا اولكم اقدر اقول له لولا مسكت ايدك انت كنت ضعت من زمان انا مش افضل من اللي خان من اللي انكر من اللي اتذمر من اللي باع انا مش احسن منهم لكن عارفين يا جماعة من إحسانات وأننا لم نفنى مبارك اسمك يا رب لأن مراحمه لا تزول جديدة ولن تزول هي جديدة علي وعليك وعليك وعلينا كلنا هاليلويا في كل يوم هاليلويا وكل صباح لك المجد يا رب بقول له مراحمك يا رب مع كل نفس بيطلع وبيدخل لينا مراحم جديدة مع جلالك مرحب أخويا كريم أختي ميسة أهلا وسهلا بيكم من تونس فرصة رائعة أن أنتوا معانا النهاردة في الحلقة ربنا يبارككم ومبسوطين أن أنتوا معانا وعايزين نسألكم إيه وضع البلد أخبار تونس إيه قولوا لنا عدد سكانها تقريبا كام يعني نسمة مش عارف يعني أعتقد حاجة حوالي 10 مليون 11 مليون ده اللي تقريبا يعني أنا قريته لكن إيه رأيك يا أخونا كريم؟ سلام ونعمة أهلا وسهلا سلام ونعمة ليك تفضل أيوة للرب شكرا للرب على الوقت وشكرا ليك وشكرا للأخ عيسى على الاستضافة أهلا بكم كلكم أهلا وسهلا مساء النور سلام ونعمة أهلا بيك يا ميساء أهلا وسهلا بيكم ربنا يبارك شبابكم وخدمتكم أمين نحن فرحانين كتير برشا نحن موجودين معكم متبركين بالفرصة الرائعة شكرا لكم شكرا للرب شكرا للقسيس عيسى نشكر رب الرب يبارككم جميعا وعايزين نعرف إيه أخبار تونس وعايزين نعرف يعني الوضع بالنسبة لكم عامل إيه والوضع في البلد عامل ايه تفضل يا اخ كريم اوكي بالنسبه لتونس نشكر الرب الرب يتعظم وليه المجد يعني في خدمه هون في مع المؤمنين نشكر الرب في خدمه بالنسبه للبلد حاليا عدد سكانها 12 مليون مليون نسمه هو كريم زوجي مغربي وانا تونسيه وعايشين في تونس ايوه ما انا عرفت كده من القسيس عيسى اهلا وسهلا بيكم هنيجي للمغرب برضو وربنا يبارك كل بلد من البلاد بتاعت شمال افريقيا وكل البلاد العربيه وكل بلاد العالم بنصلي ليكم بلد بلد واثقين ان الرب هيصنع معكم مفتخرا في اسم الرب يسوع
الكنيسة الكنيسة حلوة نشطة عندكم في تونس؟ ألو سامعني؟ أيوة نشكر الرب. أي طب إيه الأخبار؟ أي خمسة عم نسمعك. نشكر الرب، نشكر الرب، يعني من سنة 2011 الرب عم يتعظم كثيرا في تونس، شباب يجوا للرب، كذلك عائلات، يعني في السنوات الأخيرة دي صارت في عائلات، يعني مش شباب بس أو أفراد بس. نشكر الرب من أجل العمل، ونشكر الرب كذلك إنه يحيي ناس فعلا حقيقيين حتى يتساعدوا في بناء ملكوت الرب على الأرض. حلو. أيوة في خدمة كنيسة نشيطة نشكر الرب. صح أكيد في شوية صعوبات، في شوية يعني لسه نحن بناء الكنيسة جديد في تونس، لكن نشكر الرب أنه عم يوجه الخدام لأنهم يمشوا في سكة واحدة اللي هي إتمام مشيئة الرب في تونس. أمين. أكيد شفرتكم كثيرة من حيث باقة على أسوار تونس، المغرب، الجزائر، شمال إفريقيا بصفة عامة، إنه نشوف مجد الرب فيها. مجد الرب رائع جدا. وأكيد في بعد أمين. أمين. في إيه؟ الصوت بيقطع، كنت بتقول إيه كريم؟ أوكي. في يعني مع الكورونا في الفيروس يعني كان هناك يعني اغلاق للكنيسه اوكي الكورونا منتشره حاليا يعني كتير. في لسه يعني الوضع الموجه الثالثه والوضع نطلب الرب يتعدم يعني لانه في كثير يعني حالات وكمان يعني كثير اشغال عم تتوقف نشكر الرب انه في مؤمنين يعني يشتغلوا كمجموعات ليس كما كان قبل، اما نشكر الرب انه صالح المؤمنين. امين. يعني نشكر الرب من اجل انه في كنائس بيتيه دلوقتي ده وقت المجموعات البيتيه، ومنها نحن عندنا ايمان انه منها تقف الكنيسه من اول وجديد في شمال افريقيا. يعني الكنيسه مقفوله دلوقتي عندكم؟ بتصلوا في البيت ولا في مباني مقفوله؟ في مباني مقفوله وفي مباني يعني ساعات بتكون في اجتماعات، لكن المشكله في الدوله بتوقف نشاطات كتير. طبعاً. كتير اشغال مش بس الكنيسه، مش الاجتماعات، منها مقاهي، مطاعم، كل مكان يكون فيه مجموعات، فتحبذ هون للدوله انها توقف نشاطات دي، لانه نحن دلوقتي في الموجه الثالثه. ما ده تقريبا في كل العالم، كل دول العالم معظمها كده. الكورونا وقفت أنشطة كتير في الكنائس والاجتماعات والمطاعم وحاجات كده يعني، لكن إن شاء الله الأيام اللي جاية الدنيا تهدى وتبتدي الكنيسة تتفتح مرة تاني وتمارسوا نشاطكم وخدمتكم، الرب يثمر فيكم ويثمر بيكم ويثمر معكم في اسم الرب يسوع. عشان كده احنا عايزين الأخ كريم يصلي لنا وراء الأخت ميسة لأجل تونس وعمل الله، واحنا واثقين ان الرب هيدينا أراضي في تونس، هنمتلك أراضي، مش الفكرة أراضي يعني طين، لا، أراضي يعني نفوس جديدة تأتي لمعرفة الرب ويعرفونك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. إحنا بنصلي إن الرب فعلا يديكم ثمر متكاثر لمجد اسمه، وحنصلي لحد الأسبوع الجاي بتكون تونس قدام الرب، وبنقول له حررنا من التذمر برضو. فالأخ كريم حيصلي لنا ووراء الأخت ميسة، تباركوا تونس وإحنا بنبارك تونس معاكم، وهنصلي لأجل امتلاك أراضي كتير لمجد اسم الرب وحده. تفضل يا أخ كريم. شكرا. شكرا يا رب على حضورك يا إلهي السيد يا رب، أنت صالح يا إلهي القدوس يا رب، في كل أزمة يا رب، في كل أوقات يا رب، في كل أماكن يا رب، أنك أنت صالح يا رب، أعمالك يا رب تتمجد يا رب، نورك يتمجد يا رب، حتى الظلمة يا رب ما تدركش يا رب بنورك يا إلهي القدوس يا رب. شكرا يا إلهي الحي على كل عمل يا رب عملته فينا يا رب وفي خوتنا يا رب هنا في تونس يا رب، تتمجد كنيستك يا رب، تتمجد عروسك يا إلهي السيد يا رب، حتى نشوف نورك يا
إلى الأبد. شكرا يا ربي جعلتي مؤمن كل العالم يا ربي. صلي من أجل تونس يا ربي وشعب تونس يا رب. يا ربي خلي الشعب هذا تنحطه في المذبح متاعك إلى السيد يا رب، يكون مبارك إلى القدوس يا رب، يدرك يا رب حبيبي يا رب، يدرك يا رب كلمتك يا سيد الرب الحق رب في اسم يسوع الحياة يا رب. يا رب يصلح فلورك يا رب، حتى يشوفوا يا رب مباركات يا رب، يشوفوا مجد يا رب، ويشوفوا نور في حياتهم يا إلهي الحي يا رب. يا رب قوم يا رب كنيستك يا رب، وقوم يا رب يا رب المسؤولين يا رب على الكنيسة يا رب، يكونوا يا رب فالحين يا رب، أعطيهم يا رب قوة يا رب، حكمة يا رب، محبة يا رب لبعضهم يا إلهي السيد يا رب، حتى يشوفوا نور مجدك يا إلهي الحي يتعدم على أرض تونس يا رب، أرض سمعان يا رب، تسفي صليب يا رب للأبد يا رب يا رب، ليكن مجدك يا إلهي القدوس في اسم إلهنا الحي في اسم الرب يسوع المسيح. آمين يا رب. آمين. شكرك يا رب. أشكرك يا رب. يا رب خذ من عنا بكورة الشكر يا رب، خذ يا رب قلب الشكر يا رب، نشكرك يا رب على كل عمل يا رب، نشكرك يا رب إن حصاد نفوس جديدة ترفع نفوس جديدة يا رب، ترفع يا رب ناس مؤمنين جدد يا رب. يا رب نشكرك يا رب إنك تفتح الأبواب يا رب من أول وجديد يا رب، ترفع الوباء يا رب، ترجع كنيستك تخدم من قبل كيف قبله أحسن يا رب. يا رب يا رب افتقد شمال أفريقيا، افتقد الدول العربية يا رب، افتقد العالم هذا يا رب، افتقد النفوس يا يسوع. شكرا يا رب إنك تجيب تونس يا رب وترفعها يا رب، إنك تخدم في وسطها، تخدم في مستبنيها وأولادها يا رب. نشكرك يا رب إنك تسمع صلاتنا يا رب وتستجيب. آمين آمين. بارك اسم الرب، بارك اسم الرب. شكرا ليكم، شكرا ليكم، شكرا ليكم. املأ أراضينا بنورك، بدد تكون اسفانيا وتونس تكون بوعودك محمية متبركة. املأ أراضينا بنورك ونكون اسفانيا، تونس تكون بوعودك محمية متبركة. مذبحنا هتعليك وبلدنا تكون نور ليك، فرح تغمرنا وبهجة وقلوبنا تغني لك. مذبحنا هتعليك تونس تكون نور ليك، أفرح تغمرنا وبهجة وقلوبنا تغني لك. ونشوف حقك وبلدنا بتباركك، أفرح تغمرنا وبهجة وقلوبنا تغني لك. ونشوف حقك وبلدنا بتباركك، أفرح تغمرنا وبهجة وقلوبنا تغني لك. نفسي أصلي عشان رئيس تونس. يس تفضل. قيس السعيد اسم رب يسوع رب، ادي له حكمة يا رب، ادي له نعمة يا رب. اذكر قيادة هذا البلد يا رب، اذكر الحكومة يا رب في تونس يا رب، احفظها من كل تيارات يا رب بتحارب عملك فيها يا سيدنا رب. اشكرك لأجل كل الاتجاهات الموجودة رب، انت تعطي الكل يقول لمجد يا رب اسمك في تونس، تعطي حرية لشعبك يا رب انه يختار، تعطي حرية لشعبك يا رب انه يعبدك. اشكرك لأجل الحرية الموجودة في تونس يا سيدنا الرب، بعظمك لأن كل آلة صورت ضد شعبك يا رب لن تنجح، كل سلاح للعدو يسقط في اسم الرب يسوع. حماية حماية رب لأولادك هناك رب، إن كانت الكنيسة صغيرة جدا يا رب، لكن مكتوب يعقوب الصغير رب، بقى يعقوب وحده. نعم رب، وباركته هناك وأشرقت له الشمس يا سيدنا الرب. يا رب بندعم إخواتنا في تونس النهاردة في اسم الرب يسوع، نصلي رب أن مجدك يجي على تونس يا رب، وإن يا رب القليلين يصيروا أقوياء بيك يا رب. مكتوب عن شعبك إنه كانوا نفرا قليلا، وقلت لهم لا تخف يا عبد يعقوب يا شرذمة إسرائيل، أنا الرب أعينك، قد جعلتك نورجا جديدا محددا ذا أسنان
تدرس الجبال وتسحقها فالعاصف يحملها. نعم يا رب، يا رب نتنبع على الكنيسة في تونس في اسم الرب يسوع، زيارة خاصة من الروح القدس يا رب لكل الأحزاب، لكل نوعيات الناس يا رب هناك يا رب، ويمتد اسمك يا رب. يا رب بتفكرني بسمعان القيرواني اللي حمل صليب يسوع وكان راجع من تونس يا رب، وحمل صليب يسوع وصار رب سمعان، كثيرين يا رب كسمعان يأتوا ويحملون صليبك في هذا البلد الصغير الجميل رب، وتكون تونس فعلا خضرة وتونس مليانة بحضورك، وتونس يا رب فيها يا رب إشراقة نورك عليها يا سيدنا الرب. في اسم الرب يسوع اجعل هذا البلد يسبحك يا رب ويمجدك، وكثيرون يسرعون إليك يا رب في عبادة حقيقية في اسم الرب يسوع. بركة 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 يا رب، يا رب باسم يسوع. نرفع رب مرضى كورونا أيضا بإيديك يا رب، إذا كانت الموجة الثالثة صعبة رب، لكن نصلي النهاردة إن يدك أعظم ويدك أقوى، يا من تمجد يا رب تتمجد أيضا وترفع كل وباء في اسم الرب يسوع. أشكرك لك الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. تفضلي أسيس يوسف. هاليلويا، بارك اسم الرب. رب صالح. يس رب صالح. طوبى لأناس عزهم بيك حبيبي، ليك المجد. طرق بيتك في قلوبهم. أيوة يا رب. عابرين وادي البكاء يسيرون ينبوع. هاليلويا. مبارك اسمك يا سيد الرب. شكرك يا رب، لأن نبيك نحيا ونتحرك ونوجد. صلوات مرفوعة من أجل تونس باسم يسوع. ننتهر كل روح تذمر باسم يسوع، وسط الشعب باسم يسوع، وسط ولادك وسط بناتك. ننتهر كل روح يحطم عملك في وسط شعبك وغنم مرعاك. بقوة وسلطان الروح القدس نطلق من هذا المنبر باسم يسوع قوة غير عادية لتشدد ولادك كلها وبناتك العاملين في الكرم هناك، وأن تجعل من هذا البلد أن يكون منبر لكل من حواليهم لكي يعلنوا مجدك ومجدك عليهم يا رب. أنت صالح أنت صالح أنت صالح يا رب لإسرائيل، أنت صالح لأولادك، أنت صالح في أعمالك، أنت صالح في سندتك، أنت صالح في أمانتك، أنت صالح باسم يسوع. أعطينا يا رب أن نكون متمسكين بيك ولا نرخيك، بل نثق أن في كل عمل أنت بتعمله معانا أنت صالح، وكل أمر بنمر فيه أنت صالح. بنحبك 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 مهما مهما كانت الأمراض، مهما كانت الأوجاع، مهما كانت الحروب والاضطهادات، بنحبك لأنك أنت اللي حبيتنا أولا. فأنت حبيت تونس وشعب تونس وحكومة تونس. اظهر مجدك وجلالك على شعبك يسوع، واعلن سلطان لاهوتك لكي بيتمجد اسمك فينا وبينا باسم يسوع، في اسم يسوع بشفاعة الدم الكريس اللي انسفك من أجل كل واحد فينا. استجيب يا أبانا ولك مع الروح القدس كل الكرامة وكل المجد. شعب الرب يقول عايزين نصلي انسكاب الروح القدس على تونس باسم يسوع. رب دانينا. بس رب ذكرني أن تونس دولة رقم 3 في إنتاج زيت الزيتون في العالم. رقم 3، ثالث دولة بتنتج الزيتون بعد إسبانيا واليونان. فنصلي ان زيت الروح القدس ينسكب. امين. نصلي ان عمل الروح القدس ينتشر في كل ربوع تونس. امين. وان الناس تعرف الرب وتتلامس مع اعلانات الرب الروح عندما يعلن يسوع للنفوس. امين 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 امين. طيب قدنا في ترنيمة بقى كده، خلي الروح القدس يقودنا. هللويا. يا رب انا بشكرك. أيوة بينسكب. أيوة. يا رب مكتوب يا رب مثل الدهن الطيب النازل. أيوة. على الراس. على لحيه هارون النازل الى طرف ثيابه، مثل ندى حرمون هناك النازل يا رب على جبل صهيون، لان هناك امر الرب بالبركه. يا رب بصلي لاجل يا رب عمل الروح القدس. يا رب يمكن في يوم 50 يا رب كان هناك ناس من تونس كانوا موجودين يا رب في العلية في يوم 50 يا سيدنا الرب. يا رب أنا أصلي أنك تستخدم إخوات يا رب كريم وميساء يا رب وكل الإخوة والأخوات اللي معهم يا سيدنا
سيدنا رب، وصل لأجل نهضة روحية في حياتهم رب، وصل لأجل يا رب قنوات لتعليم روحي يا رب يا سيدنا رب. إن كان القديس أغسطينوس طالع رب من هذه المنطقة رب من تونس والجزائر رب، احنا نؤمن انك تخرج رب معلمين من هذه البلاد في اسم الرب يسوع رب، وتنعش يا رب هذه البلاد في اسم الرب يسوع، يعود نور الإنجيل يا رب لهذا البلد في اسم الرب يسوع. تونس بين ايديك يا رب، تونس بين ايديك يا رب النهارده في اسم الرب يسوع، نعلن ان هناك حركه يا رب للروح القدس يتحرك روح الله بقوه على هذا البلد في اسم الرب يسوع. هللويا هللويا، بارك اسم الرب، شكرا لحضورك يا رب. هللويا هللويا، مبارك اسم الرب. روحك يرف على وجه الظلمة ويقول ليكن نور، ليكن نور. روحك يا رب يرف على هذه البلاد ويقول ليكن نور يا سيدنا الرب. هللويا 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 هللويا، مبارك اسمك. صلينا أخي يوسف أن الروح القدس ينزل. أمين. يا أبرع جمال يا حبيبي، أيوة يا أبو قلب كله حنان حبيبي ليك، يا رقيق القلب يا طيب يا حنون على الإنسان. مين يقدر يغزو تونس؟ أيوة مين أيوة يقدر يغزو القلوب؟ أيوة اللي اتحجرت، اللي أصبحت ملك إبليس، مين يحررها؟ اللي وقعت تحت ضغط الاضطهاد، مين يحررها؟ اللي عمل الروح القدس. فنحن من هذا المكان نعلن ولعن السلطان يا رب ان روحك القدوس يحرر كسر الفخ، ويعلنهم اعلان صريح الفخ انكسر ونحن انطلقنا احرار. شكرا ليك يا رب لانك بتسمع، لانك بتعمل، لانك ما زلت بتستخدم الاواني الضعيفه اللي مثل حالاتي ان يصلي من اجل اخوه على مسافات بعيده، لكن انت بتسمع وانت بتعمل. قدس تونس يا رب واجعلها ان تكون مدينة نور ليسوع المسيح. باسمك الغالي أصلي ولك كل المجد. أمين أمين. روحك يرف على وجه الظلمة يقول ليكن نور فيكن نور. روحك يا ربي يرف على وجه الظلمة ويقول لتونس ليكن نور فيكن نور. أشياء بكلمة قدرتك أنت تحملني، أنت تحملنا، يا حاملة كل الأشياء بكلمة قدرتك. أنت تحمل أولادك يا رب، أنت تحملنا يا رب. أشكرك يا رب وبعظم اسمك القدوس يا رب، وعظمك لأنك فعلا حاضر معانا، حاضر وسطينا، حاضر مع حاضر يا رب مع ميساء وكريم، حاضر في تونس. أيوة ودخلت يسوع تونس، وهتمجد اسمك القدوس هناك، وهتدينا أراضي جديدة وشعوب تعرفك يا رب وتختبر خلاصك يا رب. وفعلا يا رب انت هتثمر في هذه الدولة ثمر عظيم جدا جدا جدا. هذه الأيام الأخيرة زيارة لتونس في اسم الرب يسوع، زيارة لتونس، زيارة لكل بيت، زيارة لكل حارة، زيارة لكل شارع يا رب، زيارة للدولة، زيارة للرؤساء يا رب، زيارة لمجلس الدولة في اسم الرب يسوع. تعال وزور كثيرين يا رب وشدد سواعدهم حتى
ليعرفوك ويختبروك. افتح عيونهم ليختبروا ويعرفوا من هو يسوع المحب الذي مات من أجل خطاياهم وأقيم لأجل تبريرهم في اسم يسوع المسيح. منتظرينك في الدولة دي يا رب، منتظرينك إنك تدخل وتوسع يا رب السكة من فضلك، وتنتهر كل قوى الشر هناك لكي تملك على القلوب يا رب وعلى العقول وعلى الألسنة، علشان يشكروك ويحمدوك لأجل معرفتهم بشخص الكنوز، لكي يقول الجميع لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. يا رب عايزين معرفة جديدة لجلالك، يا رب عايزين جميعا نعرفك أكتر ولا يعبر. ارحمنا من السير على الشاطي، ارحمنا من المياه اللي عند الكعبين يا رب، ارحمنا من حياة العرج بين الفرقتين، واعطينا أن نحيا في العمق كي تبارك حياتنا وتبارك خدماتنا وتبارك عملك في هذه الكرمة. بحط قناة الكرمة بين إيديك يا رب، بحط التحديات اللي بين إيديك يا رب، بحط كل تعب وكل نقص في الميزانية بين إيديك، وبننتظر الإله الغني القادر على كل شيء الذي سيفعل معنا فوق ما نطلب وفوق ما نفتكر أيضا. ارحمنا من التذمر يا رب، ارحمنا من التذمر، واعطينا لسان الشكر لأنك أنت قلت كونوا شاكرين لك على كل شيء في كل حين، لأن هذه هي مشيئتك أيها السيد الرب من جهتنا. بارك أحبائي اللي معايا في الستيج، بشكرك لأجل أخويا يوسف ولمستك لي وإحسانك لي واللي أنت كملته بالإيمان معاه في الأيام اللي جاية. فعلا يا رب أمور تطن لها الأذان سوف يشهد عنها. باركهم، بارك سيس ماجد وبارك كنيسته وعملك فيه يا رب. يا رب أذكر أخويا عيسى وكنيسته وخدمة الشركة والصلاة في بلاد عظيمة وكثيرة جدا في العالم. ميساء يا رب بين إيديك وكريم، احسن إليهم، بعلن حماية دمك عليهم في خروجهم، في دخولهم، في خدمتهم، في كل تحركاتهم، تكون يدك معهم وتحفظهم من الشر حتى لا يتعبهم. بنحط نفوسنا بين إيديك وبنيجي نرنم ونقول بنحط حياتنا قدامك ونسلك، نشتاق نبقى لك خارجين من دنيا الأوهام في اسم ربنا يسوع. نشكرك لأنك دخلت تونس وحتتمجد مجد بلا حدود، وسوف نرى عجبا مما سنسمعه عن هذه الدولة. أمين. في اسمك القدوس الغالي نباركك ونعظمك لأنك سمعت. أمين. واستجبت. أمين. في آية حاسسها أمين عاوز يديها لإخواتي كريم وميساء، موجودة في سفر زكريا صح 4 وعدد 10، بتقول من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة. من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة، في حاجات صغيرة بتكبر. والرب بيقول لك يا أخ كريم أنت وميساء إن الزرعة الصغيرة الصغيرة اللي مزروعة في تونس هتكبر. يا أمين. هتكبر. من سنين طويلة واحد راح تونس وزرع 2000 شجرة زيتون، 2000 شجرة، ومات محدش يعرف عنه حاجة. وبعد سنين طويلة تصبح تونس من أكبر دول العالم لتصدير زيت الزيتون في العالم. هللويا. فأنا عايز أقول لك النهاردة كل زرع قليل هيكبر وهيجيب ثمر. حبة الحنطة اللي بتقع في الأرض هتأتي بمئة ضعف. يا رب النهاردة بنتنبأ على هذا البلد يا رب. كل بذرة مزروعة رب تأتي بثمار 30 و60 و100 في تونس يا رب، وإن نورك في اسم الرب يسوع كل زرع يا رب زرعته أنت يا أبي السماوي يا رب يأتي بثمر ويمد جذوره يا رب إلى المياه، وتونس تكون للمسيح في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. أشكرك 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 يا رب لأجل أخويا وأختي يا رب، يتأصلون إلى أسفل ويمتدون يا رب إلى يمد جذورهم إلى مياه يا رب، نبع مياه لا تنقطع مياهه في اسم الرب يسوع، ويثمرون ويثمرون أيضا في هذا البلد يا رب في اسم الرب يسوع. أنا بشكرك بشكرك
لأجل الشعب القليل يا رب اللي في تونس يا رب، إنك هتكبره ويكون أمة عظيمة يا سيدنا الرب. في اسم الرب يسوع أشكرك لك الكرامة وكل المجد. آمين 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 آمين. أسيس فضل 3 دقائق تقودنا في ترنيمة. لأني قدامنا 3 دقائق ونطلع، فخلينا نرنم كم عدد كده والحباء يرنموا معانا. هللويا. هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى، الرب هو الله. هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى، لنعبد الرب بالفرح والحمد ولنهتفا له ولنرفع الأيدي، بالفرح والحمد ولنهتفا له ولنرفع الأيدي. الرب هو الله. هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى، الرب هو الله. هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى، باسم إلهنا سنرفع الراية وبخلاصه ستعلو الترنيمة، سنرفع الراية وبخلاصه ستعلو الترنيمات. الرب هو الله. هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى، الرب هو الله. هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى، نقدم المجد لساكن السماء ونذبح الحمد، نقدم المجد لساكن السماء ونذبح الحمد لمن في وسطنا. الرب هو الله. هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى، الرب هو الله. هو صنعنا ونحن مرعى، غنوا ورنموا بأعذب الألحان، بالأيد صفقوا لسيد الأكوان، غنوا ورنموا بأعذب الألحان، بالأيد صفقوا لسيد الأكوان. الرب هو الله. هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى، الرب هو الله. هو صنعنا وغنم مرعى. هللويا. مبارك اسم الرب. هللويا. الرب يبارك. كده زي ما بدأنا بمزمور شكر هننهي بالشكر. مجدا ليك يا رب. بشكر الرب على الاخ القسيس يوسف يس، وعمل النعمه اللي فيه وسط المعاناه. يس الرب بيديله نعمه وبيديله معونه، ولم يتذمر ولم يتذمر. بشكر الرب على تونس رغم الزرعه صغيره. ايوه صغيره. ايوه لكن هتكبر. لكن الرب صالح جدا. بيساء رب يبارككم ويثمر فيكم زي ما ذكر، زي ما قال اخويا القسيس ماجد. بنشكرك قسيس عيسى، شكرا كتير ليك. رب يباركك ويبارك كل أحبائك في دول كتيرة، وإن شاء الله هنشوفك في وقت قريب لما تيجي كاليفورنيا. أسيس يوسف، أنا بشكر ربي جدا لأجل وجودك معنا. أنا مبسوط أكون معاكم، وفعلا أنا بشكر ربنا أن بس وهتكون في اسم الرب يسوع. أمين. هيواصل ليك المعونة والنعمة والإحسان الإلهي في اسم المسيح. أمين. شكرا أسيس ماجد. الرب يستثمر كل فكر في لطاعتك ويباركك ويبارك كنيستك في اسم الرب يسوع. أحبائنا المشاهدين، بنفرح جدا لما نيجي معاكم وكلنا نعبد بالإيمان المشترك ونشكر سيد الأرض كلها. هاليلويا. الذي يحيا فينا وده شيء هيطير، لكن بنعظم النعمة الغنية اللي بتوصل لنا وبتوصل لكم. نلتقي بكم أحبائنا المشاهدين الأسبوع القادم. أنت أن الرب ليكم كل بركة ونعمة. آمين. والرب معكم باسم يسوع.